كنت عم فكر إذا بتعمل لك شوية رياضة أفيد لك. ها؟ ليش؟ حضرتك فتحتي نادي ونحن مالنا عرفانين؟ ما بدي كرر كلامي، حطي الصحن. هداك اليوم كنت عم تتمشى مع هدوك الأجانب وكان في بنت بيناتهم، سمعتها قالت لك شغلة وبعدين هربت. شو قالت لك؟ امسكني إذا فيك. تعال لهون، لوين رايحة؟ لمعلوماتك هي قالت لي catch me if you can. يلا لشوف، حطي الصحن من إيدك بإنديا. اتركني. تعال لهون. أخي بعد عني. أخي ما فيك تمسكه، لك عجلة شوي. لك تعال لهون بإنديا، امسكها بسرعة، لا تخليها تهرب. يعني لوين بدك تهربي مني؟ تعال من هون، امسكها بسرعة، لا تخليها تهرب. لك امسكها من هون بسرعة. شو عم تعملي هون؟ ولا شي سامرات، بس شفت حدا هنيك. ممنوع تفوتي على هاي الغرفة نهائيا. كمان هي عليها حظر؟ لسا كم غرفة في مثل هاي ممنوع الفوت عليها؟ لسا في أسرار مخباية؟ لا لا، ما عاد في ولا سر. ايه بس ستي مريضة كتير والدكتور نصحنا نخليها من عزلة مشان تتحسن صحتها، وهي بهاي الغرفة. مستحيل يتأخر علي، هو رح يجي، ما رح يتركني أبدا. يلا تعي معي، بدنا نبلش البرنامج السياحي. حتى فيديا رح تجي. بالأول بدنا نروح على محل الصاغة وبعدين بدنا نبلش بالجولة السياحية بدلهي. تعرفي رح تكون رحلة ظريفة كتير، أنا متأكد من هالشي. أنا رح روح أخذ لي غطسة بالمي. نحن كمان. معناتها جهزوا لي حالكم. يلا يا أولاد. أنتوا جاهزين؟ أصحكم تعذبوني؟ لا ما بدنا شوي. ما في أحلى من السباحة. يلا لشوف. ساعدوني. سكوت. شبك انتي؟ سكوت ولا كلمة. سكوت. لا عم بقلبك شو بتصرخ؟ شو قصدك ليش خاطفتيني؟ أقولك سكوت. أنا ما بدي أخطفك انت، أنا حابة أخطف قلب أمار يا حبيبي. حلويات المفضلة. أنا بدي أتقرب من أخوك لحتى يحبني يا شاطر، وإنت لازم تساعدني. فهميني ليش بدك ياه؟ وانت مفكر حاعطيك حلويات بهالبساطة؟ صحيح انا معي هاي كمان. هاي كمان؟ هاي حلويات المفضلة، كتير بحبها.